خلينا دلوقتي زي ما متعودين نتابع اخبار نادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم هي موجوده دلوقتي في فرع الجزيره وهي لايف معانا، وهنعرف منها بقى برضو الاجواء عامله ازاي وحاله الطقس والاقبال دلوقتي من الاعضاء والحاله المروريه. يعني منى عايزين نعرف منك كل حاجه منى تقدري تفيدينا بيها. صباح الفل عليكي، اتفضلي. يا صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، لكنه يوم برد جدا. خليني في الاول يا نهاوند اقول لك واطمنك زي ما انت بتحبي دايما تطمني على حاله الطقس والحاله المروريه كمان المؤديه لكل الناس كلها، يعني اللي جايه من كل حته للنادي الاهلي. الحقيقه ان الجو برد جدا، ومن الساعات الاولى من صباح اليوم وفي امطار غزيره، درجه الحراره 9، ولكن ده ما منعش غالبا يعني عدد لا باس به من اعضاء النادي ان هم يكونوا موجودين في النادي، لكن طبعا يعني قاعدين بعيد عن الامطار. الجو برد جدا، يعني عايزه بس اقول لكل اعضاء جمعيه العموميه اي حد حابب ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي في الساعات الاولى او دلوقتي يجي، لكن يتقل كويس قوي. الحاله المريه يمكن ما كانتش كويسه قوي وانا جايه، لانه طبعا نظرا للامطار الغزيره الناس العربيه طبعا ماشيه بالراحه علشان سلامه الجميع. يعني دي كانت يا نهاوند كل الامور المتعلقه بسواء الاخبار اللي ليها علاقه بالجو الطقس او كمان الحاله المروريه للنادي الاهلي. خليني بقى ابتدي بالاخبار الرياضيه للنادي الاهلي النهارده وكل فرقه الرياضيه المختلفه. خليني ابتدي بالفريق الاول لكره القدم بقياده مستر بيت سوموسيماني. النهارده تجمع الفريق وتدريبه الساعه 11، ودي هتبقى اخر طبعا تدريب او اخر استعداد قبل مواجهه نادي سموحه غدا في بطوله كاس الرابطه. دي هتبقى طبعا المباراه الرابعه والجوله الرابعه من بطوله كاس الرابطه، واللي ان شاء الله هتتلعب بكره ان شاء الله مع نادي سموحه في استاد اسكندريه الساعه 5 مساء. يعني بنتمنى اكيد التوفيق للنادي، خاصه لشباب النادي الاهلي اللي اثبتوا حتى الان جدارتهم في البطوله، ان شاء الله يلعبوا بكره ويادوا مباراه كبيره ويبقى اداء مشرف للجميع ان شاء الله. خلونا بقى نروح لفريق الاول لكره السله رجال بقياده المدرب الاسباني جاستي بوش، واللي الحقيقه ان هم اخر مباراه اول امس يوم الاثنين فازوا على نادي سموحه بنتيجه 86-62، ويعني ده خدوا بعدها راحه من التدريبات امس وهيرجعوا النهارده لتدريباتهم بشكل قوي. اكيد طبعا هيبقى في فيديو ميتنج او محاضره فيديو هيقدروا من خلالها يعرفوا كل السلبيات والايجابيات اللي تمت في مباراه نادي سموحه اللي فاتت عشان يستعدوا بقى بشكل قوي للمباراه المهمه اللي هتكون يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله مع نادي سبورتينج. المباراة يعني دي يمكن هتبقى آخر مباراة في المرحلة الترتيبية من دوري السوبر. بنتمنى أكيد كل التوفيق لفريقنا. كمان طايرة رجال بعد فوزهم أول أمس أيضا على نادي طنطا، وكان فوز سهل الحقيقة بنتيجة 3-0، دي كانت آخر مباراة من الدور ال 16 من بطولة كأس مصر، تأهلوا بعدها للدور ال 8 من بطولة كأس مصر. يعني طبعا هيواجهوا في أول مباراة بقى من الدور ال 8 نادي سبورتنج في اسكندرية على صالة نادي سبورتنج يوم الجمعة المقبلة أيضا إن شاء الله. أما بقى فريق الأول لكرة الرجال لكرة اليد، كابتن طارق محروس طبعا عندهم مباراة بكرة إن شاء الله مع نادي طلاع الجيش على صالة الأمير عبدالله الفيصل هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة الساعة 6 مساء. يعني دي هتبقى مباراة الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من بطولة الدوري، والفريق كان عاد تاني مرة تانية إلى سكة الانتصارات بعد فوزهم يوم الاثنين الماضي وفاز على البنك الأهلي بنتيجة 22-35. إن شاء الله ده يبقى حافز قوي للاستمرار ان شاء الله الفتره الجايه في الانتصارات مره ثانيه. اما بقى عن كره الطايره، فريق كره الطايره سيدات بقياده كابتن حمدي الصافي، تدريبهم النهارده الساعه 5:30 مساء ان شاء الله على صاله الشهداء هنا بالنادي الاهلي بالجزيره بعد راحه خدها الفريق امس بقياده طبعا كابتن طارق محروس استعدادا لمواجهه نادي دلفي في اسكندريه ان شاء الله يوم الجمعه المقبله في اسكندريه. دي هتبقى في الدور مباراه الدور ال 16 من بطوله كاس مصر ان شاء الله، دي هتبقى المباراه الاخيره في الدور ال 16 ان شاء الله يتاهلوا بعدها للدور ال 8. اخر حاجه معانا النهارده كره اليد السيدات بقياده كابتن يحيى يوسف، اللي هم الحقيقي دلوقتي بيستعدوا بشكل قوي جدا من خلال التدريبات في ظل طبعا توقف بطوله الدوري او كل المباريات الرسميه اللي متوقفه حاليا. كان اعلن
الاتحاد المصري لكرة اليد امبارح على جدول مباريات المرحلة الثانية من بطولة الدوري اللي صعد إليها ست فرق من ضمنهم النادي الأهلي، وهيواجه في أول مباراة ليه شهر مارس اللي جاي، هتكون أول مباراة رسمية في الدور الثاني من بطولة الدوري. طبعا هيبقى يوم 11/3، هتتلعب في مركز شباب الجزيرة مع نادي الجزيرة 2 ظهرا. يعني دي كانت كل أخبار النادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة وكمان الطقس وحالة المرورية من هنا من داخل النادي الأهلي بالجزيرة. العودة إليكم مرة تانية في الاستوديو، بشكركم جدا، اتفضلي يا نهاوند. احنا اللي بنشكرك جدا كمان على وجودك يعني في الطقس ده علشان تنقلي لنا أخبار النادي الأهلي. يعني روحي بقى على طول يا منى، ما تقعديش بره كتير. شكرا ليكي جدا.